عارفين يعني ايه السوس؟ خليني كطبيبه اسنان اطفال احكي لكم يعني ايه تسوس الاسنان الاطفال المبكر من منظوري. اول حاجه يعني ان في بقعه سوداء مش عايزه تروح من على السنان على قد ما بنغسل السنان. دي اول حاجه. وعلى فكره احنا دلوقتي في مجتمع بالذات الاطفال الصغيره بتتنمر عادي لما يبقى في فيزيكال ابييرنس باين مش حلو. فالاطفال مش هتسيب طفل مثلا عنده سوس امامي كده تقول له ايه انت عندك حاجه في اسنانك. دي اول حاجه تعني لو الطفل عنده سوس ليه. تاني حاجه ان لو في سوس وصل للعصب السوس بيكون ايه مؤلم. يبقى كده الطفل هينام كويس ولا لا؟ دي تاني حاجه معناها ان الطفل يبقى عنده سوس انه بيبقى في الم من سنانه ممكن ما ينامش الليل او يصحى الليل بيتالم وبيصرخ. تالت واخر حاجه السوس عندي له معنى كبير قوي انه الطفل مش بس ما بيعرفش ينام ما بيعرفش ياكل. واحنا كاهلي اكتر حاجه بنقلق عليها ان الطفل لما ياكلش ويبقى كحان ونبقى عايزين ناكله فنضطر ناكله اي حاجه حلوه ولذيذه وتدي انرجي بس عشان يتحرك بس هو اكشلي حرام مش قادر ياكل لا الخضار ولا الفاكهه ولا كل الكلام ده معنى السوس عندي. انا بحب اسالكم قوي 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 فبليز مش تنسوا تسالوني اسئلتكم لان هو ده اللي بيخليني اقول لكم انا ايه رايي في الموضوع. يلا انتل نيكست فيديو باي.